تتواصل رحلة ميشائيل فيجي مراسل مجلتنا يورو ماكس عبر ألمانيا، وهو بحاجة لبعض النصائح ليصل إلى هدفه المنشود بعد 80 يوما. وبالفعل مراسلنا يعرف شخصا يمارس نوعا غريبا من الرياضة. الألمان شعب يعشق الرياضة، والدليل على هذا رحلة مراسلنا ميشائيل عبر ألمانيا بدراجة سكوتر. ولكن هناك الكثير من أنواع الرياضة العجيبة كسباق كراسي المكاتب. سباق كراسي المكاتب يقام بصفة منتظمة في أودنفال جنوب ولاية هسن. الآن وصل ميشائيل إلى بلدة بات كونيكتسيل بعد أن قطع 1721 كيلومترا في 58 يوما، ويتبقى له 750 كيلومترا ليصل إلى أبعد نقطة في جنوب ألمانيا. رياضة سباق كراسي المكاتب تعتبر حديثة نوعا ما، وهي موجودة في ألمانيا وسويسرا فقط. لماذا هذه الرياضة بكراسي المكاتب؟ أحد أعضاء النادي كان في طريق عودته من عطلته في سويسرا وشاهد مثل هذا السباق الخاص بالصناديق وكراسي المكاتب، وبعد أن عاد لألمانيا أراد أن ينظم مثل هذا السباق لأنه أكثر متعة. سباق كراسي المكاتب في ألمانيا رياضة هامشية مقارنة بأنواع الرياضة المحبوبة الأخرى، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن رياضة ركوب الدراجات تحتل المركز الأول، تليها تدريبات اللياقة البدنية ثم الجري. لكن ثلث الألمان لا يمارسون أي نوع من الرياضة. ينظم روني كارك سنويا بطولات كراسي المكاتب بمشاركة نحو 100 شخص في أنحاء ألمانيا. الفوز ببطولة كراسي المكاتب في ألمانيا يتطلب تقنيات خاصة. هنا يحدد ميشائيل فيجي ثلاثة منها. التقنية السرية الثالثة تتمثل في نظام المكابح التي ابتدعها روني للتوقف من سرعة 15 كيلومترا في الساعة خلال ثوان. التقنية الثانية هي القدرة على الإزاحة، وفيها يتم إخراج المنافس من مضمار السباق. أما التقنية الأولى فهي الاندفاع الكامل دون مكابح للهبوط نحو أسفل المنحدر للحصول على درع البطولة. أريد أن أصبح بطلاً في هذه الرياضة، ولذا أقوم بالتدريب قبل المشاركة. هل أنتم على استعداد للسباق؟ نعم. الحفاظ على توازن العجلات ليس بالأمر السهل، ومراسلنا يحتاج إلى مزيد من الدقة. تصطف كراسي المكاتب في وضع الاستعداد، وبينها مراسلنا فيجي بدراجته سكوتر. يندفع فيجي إلى أسفل المنحدر، ولكن روني يتماسك، ويزداد السباق إثارة بين كرسي المكتب ودراجة سكوتر. وقبل خط النهاية يسقط روني بالكرسي، ويفوز فيجي بدراجته ليصبح أول بطل ألماني في سباق دراجة سكوتر ضد كراسي المكاتب. لماذا تمارس هذه الرياضة؟ أولاً المرح، وثانياً الإثارة من خلال انطلاق الكراسي عبر الشوارع. ورغم فوز ميشائيل يبقى بحاجة إلى مساعدة روني. غيني، أنت خبير في كراسي المكاتب، بما تنصحني حتى أتمكن من السير أسرع بدراجة سكوتر؟ لدينا زيت تشحيم نستخدمه في الكراسي، ويمكن أن أعطيك قدرا منه، حيث تستطيع السير أسرع إذا ما استخدمته في دراجتك. زيت التشحيم فكرة جيدة. مراسلنا ميشائيل فيجي متحمس لأنواع الرياضة العجيبة في ألمانيا، ولكنه يواصل الآن رحلته في اتجاه جنوب ألمانيا بواسطة دراجة سكوتر.